اسمع او جا سيد زي روحك او جا او جا ترى تهضر معه ولا لا ترفدني فوق ظهرك اخي بهلول يا اخي وديق الفرقوشة هلا اخويا وش كنت احنا ما واتفيت صح المغلوق طريق ثابت روح منه اقل يا اخويا بارك الله فيك ربي يحفظك اخويا بارك الله فيك تفضل عمي تعيش بارك الله فيك تفضل شكرا ربي ما اخويا الو الو وي بيتشا مي عبد الله الفارت خلي الدار نعود الفارت خلي الدار شفت تهضر بيتشا اسمع قول لي سيد جا ولا مازال قول له الغار مشي الدار كي تقول له الدار يفهم بلي فرقو دار 2 متر الفارت خلي الغار خلي الغار ها؟ ايه جاي او تخلي الغار اه داكور شوف كيما تفهمنا ها؟ هيا صح هيا ينفع داي طعام يا عبد الله قلت لك قول له الغار يا من اللي عطيت لك المشوار عطيت لك الكول قلت لك دير له في نيفو ابو ايه احبس لنا يا ربي يا خصني غير يا طه يا ودي واش طاح عرفتو خلينا من ها ها صراحة ها واش راح صراحة لا 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 احبس يا ربي انا قاسي انا يا ربي ما تشي وقتها يا خبالتي هاي 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 ها